يا احمدي، عقب هالعمر هذا كله تقول انا ايش علي بنت؟ اي والله انا ايش اسوي لك؟ يعني والله عندي فلوس وما سددت لك؟ ما عندي. بالكلام يا ولد الحال، بالكلام، ما نبي فعايل داري يا ما من وراك فعل يا بللي اللي يلوي بطنك ورجلك وايدك وراك. بابا 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 يا يمه، تعوذي من ابليس الا بدت اليد. والله تقعد تحطين الحره فيني انا، تاخذين غرض وتقطينها براسي انا، ايش علي انا تحطين الحره فيني انا؟ لا لا يا جماعه لا تفكرون بالطلاق. لا تعوذ من ابليس يا يبا، لا تطلقها. يا اخي فكني انت مشرك، بعدين تتحملين اللي سويتيه، ما لي شغلانه. انت ما بك مروه. انا ما فيني مروه. انت ما بك مروه. عادي يلا 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 يلا. لا اللي عمى قلوبهم عني. تشلك يا عبيد رقبتي سدادي. انا حسبتهم 200 300 دينار اطلعوا واجد. اقول هج يا ولد بلا ونعمبي بلا غيره 4000 افرك له. انا ذهب حتك بس عاد بس تبوني اتعقد اشق هدومي يعني؟ لا تشق هدومك، قاعد مفصل لك دشداشه ثانيه. والله الحين له واش ما منه فايده، شد ابره نبي المخلاص. المخلاص؟ الحين تبين المخلاص؟ يبا انت مو رحت البنك وخليتي غرض، الناس تبي تفتك وتطالب انها تطيح قروضها وانت تاخذين الدبسين عمرك بغرض. ياكم الشهور سمعي هالراي. ايش رايك؟ قولي ان شاء الله موافقه. انا يمكن اطلق امك عشان ما اتدبس بهالسالفه. يلا يبا سمعت ابوك؟ جن ابوك جن. الحين ما علينا منها، الحين اتركيها انت وقولي لي متى اخذتي الغرض ولين ما سددتي اقساطه. يا ولد الحلال علامكم انتم ان هبلتوا. انا اصلا ما مديت يدي على البنك ولا احد يطالبني، خسارة يحكمون. يمه يا حبيبتي، يقولون هما تدفعين ولا بيرفعون عليك قضيه. لا حول ولا قوه الا بالله. الحين ارنعكم اكبر ما عندي، اقول لك ما اخذت من احد شيء، هم اللي مضيعين. زين وش رايك نروح لهم انا وانتي ونشوف شو السالفه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا يا هلا، تفضل تفضل، حياكم الله. كيف الحال؟ شلونكم؟ طيبين؟ امروني قروض تسهيلات، تبي تمويل، تشون حول راتبك 100 دينار كاش الحين. امرني قول لي بعد. ايه 100 دينار بعد 200 عشانك. خلصت بربره؟ لا بعد عندي شغلتين. اقول ما حنا جايين حق خدمات وغيره، حنا جايين عندنا مشكله يا اخوي داوود ونبيك تحلها.